متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شارك نجوم السوشيال ميديا فرحة نجاحهم في نال شهادة البكالوريا. رميساء غزالي لم تتمالك نفسها عند معرفة النتيجة. الممثلة الصعيدة ماريا زدام قد أعلنت هي أيضا نجاحها في شهادة البكالوريا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.